toca escoger entre volverte a ver o aceptar. Aleikum, good afternoon, buenas tardes, مساء الخير. جاني هالسؤال اللي انتم تشوفونه الان واجابتي راح تكون بسيطه، هو ان لا تحاول تبحث عن قواعد لغه انت ما تاسست فيها، لانه راح تكون صعبه عليك، فبالتالي راح تكره اللغه وتقول والله صعبه جدا ما اقدر اتعلمها. تعلم الاشياء البسيطه، اللي الجمل اللي تمشيك في حياتك اليوميه شوي شوي لين تبدا تخش بالعميق على قول. Cuando por fin pensé haberlo atrapado.